دعونا المر شوف الشعب لا فن وصله. هؤلاء مع ايران وحزب الله واصحاب كربلاء من هو من السنه مسيره الحرم ما يقبل. شفتوا زعيم الشعب كيف جوله بخطه بالدلع واستدرجوه من قبل بخطه كيف يسووه ويقتلوه؟ كم حاصروا بيته وبعض الناس مش فاهم ولا والمؤتمر ساكت مدانينهم هم اللي دخلوا. قلنا لو جينا راهب لا وعم يا ما تصدقهم ولا والشعب خان الدين يوم جات المسيره بدلوا. ذي كان يصلي ضم اسف اليوم يصلي سربلا خافوا من الحوثي كان الدين هو ذي نزلوا. من صدق العندل بكذبه ما ترقي للعلا فالشعب يستاهل اذا هانوا ابوه وبهذلوا. لانه ظلم نفسه يوم اعلن معاهم بالولا وليت حزب الله بأهله وطلبنا انفلتوا. ليش ما تعبرتوا وقلتوا للمسيء لا والفلا وليش قاتلتوا معاهم والزعم ليش تقتلوا كنتوا عهود الله؟ يا من لا لكم عهد ولا من خان عهد الله يا شعب اليمن لا تقبلوا. هؤلاءهم الفتنة هم أسباب المشاكل والقلق ما أحسها أمريكا ولا إسرائيل هم من مولوا. الموت لأمريكا دعاية كذب تعلم في الملأ والموت هو للشعب يا قهري عليهم والموت هو للشعب يا قهري عليهم كملوا. الغرب بتزرع بر واحنا الغام تزرع في الشوارع والخلا وكيف يعيش الشعب وانتو قلنا وانتو تقتلوا. الناس تريد الحل وهؤلاء ردوا الحزب لا سلا والعلم قالوا نور واحنا الجهل عدوى استقبلوا حتى معاش نكلوها يا بلاي ابن البلاء والحب قلنا حتى معاش نكلوها يا بلاي ابن البلاء والحب بتمجوع من يوم ابن هذا فعلوا لا امن لا استقرار ويتك لخربوه قالوا بلا كم شردوا من الناس ومن سووا